ما هو الإيمان؟ نرسه الإيمان. الإيمان هو قول باللسان. إيمان القلب لن أيتو. كأن تقول لا إله إلا الله. مثلاً لا إله إلا الله كلمة سنيتو. وهذا الذي تقول بلسانك. هم تلم بلن أيتكن شو شسوس؟ لابد أنك في الباطن توافق هذا الظاهر. هم شندقة شو شسوس؟ تشكر أو شندار أصلاً رغتيش. نعم و. لابد أن تعمل بهذا. هم شنو عشان شنو بنسين يشرق عمل قدراتي. كأن تصلي مثلا. مثلا نماذج قو. والإيمان يزيد وينقص. إيمانه أسا هم شو لا يضعف لنا تشا. إذا لابد في الإيمان في تعريف الإيمان من هذه الأمور الخمسة. هم شنو عشان إيمان داش وش بيشنر سب قدراتي. أما أركان الإيمان فهي ستة. أما لكن إيماننا أركانه هو 6.